انا صحينا عندنا اول الحرب من جباليا فاش فيه ماما نايمين متعشين واش بدي يتعشى واش نايم واش مش نايم ما شاف الله ليش بنزل عليهم حجاب يعني هايهم زي ما انت شفت ميتين لا ذنبهم ولا هب ولا سب ولا لهم يعني دم 1% انه هذول اولاد اخوي بالذات ابوهم قبل هيك شهيد كمان والحمد لله ربنا يشفي امه يشفيهم ويعوضنا صبر خير. في منتصف الليل قامت قوات الاحتلال بالطائرات الحربية بضرب هذا المنزل وبدون سابق انذار بدون وكانوا يقولوا مناطق آمنة أي آمنة وهم قاعدين بنزلوا الدور على ساكنيهم وهذا يعني كله استهداف للمدنيين يعني فيش أي قانون يمنع الجيش الإسرائيلي عن هذه الأعمال فيش أي رقيب عليهم حسبي الله ونعم الوكيل فيهم كله آمنين ناس آمنة وقاموا بضربهم كلهم ناس آمنين أطفال نساء يعني ما لهمش أي علاقة بالمقاومة انت المنتقم انت قبل دفع شهادة هذا يا رب انت قبل دفع شهادة هذا يا رب لا غالب اطلع